في مجال تنظيم حركة السير والمرور تم تأمين دوريات إضافية لمفارز المرور بعد أن تم التعاقد مع شركة تويوتا لتجهيزنا بعجلات حديثة هايبريد صديقة للبيئة، وبنفس الوقت سيارات متميزة لعمل المرور خصوصا في مجال ملاحقة المركبات المخالفة ونشرها ضمن التقاطعات في العاصمة بغداد وفي جميع المحافظات. مديرية المرور العامة وبتوجيه ومتابعة مستمرة من معالي وزير الداخلية تم الاتفاق مع شركة عالمية متميزة في مجال الإشارة الضوئية حول تنفيذ مشروع الإشارة الضوئية الذكية اللي هي الوحيدة اللي تعمل نقدر نفعلها في بغداد لكثرة الزخم وعدد المركبات اللي موجودة مع ضيق الشوارع. هذه تعمل مو ضمن الوقت وإنما تعمل إلكترونيا على حجم الزخم اللي موجود في كل سايد من السايدات، وتعطي إشارة إلى حركة السير ضمن السايد اللي فيه زخم. إضافة إلى ذلك التقاطع نفسه يحوي على كاميرات ترصد المخالفات اللي موجودة ضمن التقاطع اللي هو عدم الامتثال لإشارة ضوئية، هاي تعتبر مخالفة، وحزام الأمان، وكذلك استخدام الهاتف النقال.